بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسهل يا رب. من جودة أكاديمي، والفيديو رقم واحد في مادة العلوم للصف الأول الإعدادي. طبعا مادة العلوم من المواد اللي قد تبدو إن هي صعبة على بعض الطلبة، خاصة في المرحلة الإعدادية، وبتبقى مرحلة مهمة جدا. ليه؟ لأنك بقى بتنتقل من مرحلة بقى الدراسة في الابتدائي لمرحلة الدراسة في الإعدادي، فبتبتدي بقى إن أنت تعرف العلوم بقى وتتوسع فيها، وبتبص تلاقي في ناس بتتعب شوية وتضطر تاخد فيها دروس خصوصية، في ناس ما بتفهمهاش كويس، في ناس ما بتعرفش تحصل فيها درجات كويس. معانا هنا إن شاء الله هتنسى كل ده. معانا إن شاء الله إحنا هنهدف هنا لثلاث حاجات مهمة جدا. الحاجة الأولى إن أنت تحب العلوم، لأنك لو حبيت العلوم خلاص هتبقى العلوم عندك مادة سهلة جدا. ده أنت كمان اللي هتبص تلاقيك بقى بتخلص المنهج كله بسرعة، لا وانت عايز بقى تقرا كتب تانية في العلوم ومش عارف ايه، وان شاء الله هتحب العلوم. فحب العلوم، حب الحاجة اصلا حتى لو كانت علوم او غيرها، هو اللي هيخليك ان انت تتقن الحاجة نفسها ان شاء الله. ونأمل ان انت يعني لازم تحط في دماغك ان انت ليه لا ما تكونش مشروع عالم كبير زي زويل، ولا زي دكتور فاروق الباز، ولا زي البرت اينشتاين، ولا زي غيرهم ان شاء الله، وتنفع بلدك ودينك وتنفع كل الناس. الحاجة التانية بعد ما تحب العلوم ان انت تفهم العلوم، لان من المعروف طبعا عندنا ان انت عشان تجيب درجات عالية لازم تقعد تصم وتحفظ وتصم وتحفظ لحد ما تتعذب. لكن انت بمعادلة بسيطة جدا، انت لو فهمت الحاجة هتحفظها بكل سهولة، ولو فهمتها تقدر تعبر عنها باسلوبك. يعني الفهم فرق كبير جدا ما بين واحد بيفهم وواحد بيحفظ. فمعانا ان شاء الله هتحب العلوم وهتفهم العلوم ان شاء الله. الحاجه الثالثه، وهو الهدف من الدراسه بتاعتك حاليا، وهو ان انت تحصل الدرجات العاليه وترضي ربنا وترضي الاهل، وده الهدف ان شاء الله. يبقى ان شاء الله هتحب العلوم وهتفهم العلوم وهتحصل الدرجات العاليه. هنبدا ان شاء الله بالفصل الدراسي الاول، والفصل الدراسي الاول مقسم معانا لعده وحدات. الوحده الاولى كانت بتتكلم عن الماده وتركيبها وخواصها، والوحده الاولى فيها ثلاث دروس. الدرس الأول بيتكلم عن المادة وخواصها، بيعرفك يعني إيه مادة وخواصها، وإزاي نفرق ما بين المواد عن طريق إن إحنا نعرف الخواص بتاعتها، وأصلا يعني إيه مادة، وأصلا يعني إيه خواص فيزيائية وعلمية. الدرس الثاني بيتكلم عن تركيب المادة، عرفنا المادة إيه هي من بره، بندخل بقى جواها وبنعرف إيه هو تركيبها، بنتعمق جواها أكتر في الدرس الثالث، بنعرف تركيبها الذري، ويعني ايه ذره، ويعني ايه الكترونات، ويعني ايه نواه، وكل الكلام الجميل جدا ده اللي انت هتحبه وهتعرفه، وانا دلوقتي بشوقك ليه، وانا عارف ان انت نفسك تتعرف على كل الحاجات دي دلوقتي. في نهايه كل وحده طبعا بنعمل مراجعه عامه، بنشوفك انت حصلت ولا ما حصلتش. لو عندك اي اسئله بترسلنا بيها بنجاوبك عليها، واحنا اصلا يعني كلنا موجودين من اجلك انت. الوحده الثانيه كانت بتتكلم عن الطاقه ومصادرها وصورها. الدرس الأول بيتكلم موضوع عن الطاقة ومصادرها وصورها، الدرس الثاني بيتكلم عن تحولات الطاقة، إزاي إن إحنا بنحول مثلا من طاقة حرارية إلى طاقة كهربية والعكس، ومش عارف إيه، ويعني إيه أصلا طاقة، ويعني إيه تحولات الطاقة. وبعد كده الدرس الثالث بيخصنا بموضوع واحد فقط، نوع واحد فقط من أنواع الطاقة، وهو الطاقة الحرارية. وطبعا بناخد في نهايه الوحده مراجعه عامه شامله كده على الوحده دي والوحده اللي قبلها، نشوف انت فاكر الوحده الاولى ولا لا، ونشوف انت حصلت ايه من الوحده الثانيه، وبنتفاعل مع بعض، وبنعمل ان شاء الله يوم في الاسبوع بيبقى اونلاين عشان نتكلم معاك وتتكلم معانا. لو عندك اي اسئله، لو عندك اي اقتراح، لو عندك اي افكار، نكمل بعض لنصل الى الهدف المنشود ان شاء الله، ان انت تحب العلوم وتفهم العلوم وتحصل الدرجات العاليه. الوحدة الثالثة معانا والأخيرة، حتى أنا حاطط لك هنا فراشات أهو، فتعرف إن هي إيه يعني ممكن تقول عليها كده، اللي هو لما تكبر شوية تعرف إن هي اسمها أحياء أو بيولوجي يعني، فأنا حاطط لك هنا فراشات وحاجات كده. فهي بتتكلم بالفعل عن الجانب ده، فهي فيها أصلا ثلاث دروس الوحدة دي. بنتكلم عن تنوع الكائنات الحية ومبادئ تصنيفها، يعني إيه كائنات حية، يعني إيه ازاي هي بتتنوع وبتتكيف. النوع الدرس الثاني بيتكلم عن التكيف وتنوع الكائنات الحيه، والدرس الثالث في الوحده دي بيتكلم عن التكيف واستمرار الحياه. وبعد كده بنعمل مراجعه على الوحده دي، وبنعمل بقى مراجعه عامه على المنهج كاملا، بحيث ان انت ان شاء الله تدخل الامتحان تكون حابب اصلا ورقه الاسئله، عكس ما بيحصل كل سنه. خلاص انت معانا السنه دي،
هتحس بحاجه مختلفه، هتحس اصلا ان انت داخل حابب ورقه الاسئله، داخل عليها كده بكل قوه واقدام، بتحل بناء على فهم مش بناء على حفظ، بتحل السؤال يعني ببساطه. نقدر نقول لك ان احنا بنقول لك مش بس بنقول لك 1 + 1 = 2، ولكن بنقول لك ليه 1 + 1 = 2، وده فرق كبير جدا. عاوزينك ان شاء الله تبقى مشروع عالم كبير وتنفع بلدك ووطنك ودينك. نبدا ان شاء الله كده بايه بعد المقدمه البسيطه دي، طبعا المقدمه دي لن تتكرر كل مره. هنبدا النهارده بالدرس الاول من الوحده الاولى، وهنبدا كده بحاجه بسيطه معاك وحاجه خفيفه عشان الوقت ايه ما يدهمناش. وعلى فكره ان شاء الله زي الفيديوهات التانيه اللي انت شايفها في الاقسام التانيه بتاعه القناه، الوحدات الـ كل فيديو ان شاء الله لن يزيد عن 10 دقائق، بحيث ان انت ايه ما تملش. وهنقول لك في ال10 دقائق دي كل اللي انت ممكن حد يقعد يرغي لك فيه لمده ساعه، احنا هنقوله لك فقط في 10 دقائق عشان تفضى بقى للحاجات التانيه. تعالى كده ناخد ايه نبذه بسيطه عن الماده وخواصها، وده درسنا الاول النهارده. اولا لازم تعرف يعني ايه ماده، كلمه طبعا ايه مش المقصود بيها اللي هي مثلا الماده الدراسيه، ماده العلوم وماده الرياضيات وماده مش عارف ايه، ولكن الماده ببساطه شديده تقدر تقول عليها هي ايه، هي كل ما يحيط بنا. الماده كل ما يحيط بنا، يعني ايه الماده كل ما يحيط بنا؟ تعالى كده ناخد رسمه صغيره كده ونشوف يعني ايه الماده هي كل ما يحيط بنا. لو انت مثلا ايه قاعد على الكرسي الجميل ده، هنتخيلك انت اصلا دلوقتي وانت قاعد وهتشوف الكلام ده دلوقتي، ده مثلا ايه اهو كرسي، تمام. نحاول بقى نرسم الكرسي ده كده قدر الامكان، وانت اهو قاعد هنا على الكرسي ده، تمام، وقاعد اهو لذيذ كده وابن حلال، تمام. ودي طبعا رجليك دي رجليك الغريبة، رجل صغيرة ورجل كبيرة، يعني هنحاول كده نرسم ايه شكل عشان اوضح لك بس حاجة معينة في دماغك. ودي مثلا الايه الترابيزة اللي قدامك، رجل الترابيزة اهي، تمام. وده مثلا ممكن نقول ان هو جهاز كمبيوتر، حاول ارسمه لك كده ايه قدر الامكان، جهاز قديم شوية جهاز كمبيوتر، تمام. وطبعا الايه الكيبورد بقى والحاجه اللي قدامه. في مثلا قدامك هنا كده، في هنا كده طبق جميل كده فيه مثلا تفاح، 3 تفاحات بس على فكره مفيش غيرهم. في مثلا ايه تاني، في هنا كده قلم، قلم ازرق اهو. في هنا كده على الكومودينو ده كده اللي تحت ده، في مثلا كتاب، تمام، يعني مثلا انا اتخيل ان ده كتاب. طيب وده طبعا ايه وده اكاديمي بيشرح لك اهو بتتفرج علينا دلوقتي، تمام. فايه بقى اللي احنا عاوزين نقوله؟ بنقول ان الماده هي كل ما يحيط بنا. وطبعا رسمت لك الرسمه الغريبه دي، طبعا انت المفروض انت اكتب لك عليها اهو انت، يعني انت الراجل ده على فكره ماشي. فبنقول يعني ايه ماده؟ بنقول ان الماده هي كل ما يحيط بنا، يعني انت دلوقتي الراجل ده، تمام، وعاوز تعرف يعني ايه ماده. المادة هي كل حاجة موجودة حواليك حاليا. يعني ايه المادة هي كل ما يحيط بنا؟ يعني المادة هي جهاز الكمبيوتر ده، المادة هي التفاحات اللي موجودة دي، المادة هي الترابيزة اللي موجودة دي، المادة هي الكرسي اللي انت قاعد عليه، المادة هي القلم ده، المادة هي الكومودين ده، المادة هي الكتاب ده. اذا المادة هي كل ما يحيط بنا. طب في تعريف تاني للمادة؟ في تعريف تاني للمادة، بيقول لك ان المادة هي ايه؟ بيقول لك ان الماده كل ما له حجم وكتله، كل ما له حجم وكتله. لو انت بصيت على اي حاجه من دول هتلاقي لهم حجم وكتله. جهاز الكمبيوتر، شاشه الكمبيوتر لها حجم وكتله، طبعا المفروض في هناك كيسه للكمبيوتر. جهاز الكمبيوتر عموما له حجم وكتله، التفاح ده له حجم وكتله، الكتاب له حجم وكتله، انت نفسك ليك حجم وكتله، الكرسي له حجم وكتلة. إذن المادة كل ما يحيط بنا وكل ما له حجم وكتلة. طيب ممكن يكون في مادة أصلا أنا مش شايفها؟ طبعا ممكن. الهواء اللي هو حواليك اللي أنت بتتنفسه ده، الهواء، الهواء اللي هو حواليك اللي أنت طبعا مش شايفه، هو طبعا أنا بعبر عنه بنقط كده لكن أنت مش شايفه.
فالهواء ده اصلا له ماده يا راجل. طب الهواء ده له حجم وكتله؟ اه له حجم وكتله. اذا الماده هي كل ما يحيط بنا وكل ما له حجم وكتله ويشغل حيز من الفراغ، ويشغل حيز من الفراغ. ده ببساطه تعريف الماده. اذا الماده هي كل ما يحيط بنا وكل ما له حجم وكتله وكل ويشغل حيز من الفراغ. طيب طالما ان كل حاجه حوالينا هي عباره عن ماده، ازاي ان انا اقدر افرق ما بين ماده وماده؟ ممكن تفرق ما بين ماده وماده عن طريق مين بقى؟ كلمه السر هي عندنا هنا ايه؟ الخواص. عشان كده احنا بندرس الخواص، بندرس الخواص عشان نقدر نفرق ما بين كل ماده وماده. لما جهاز الكمبيوتر ماده والتفاح ماده، ازاي افرق بينهم؟ لما القلم ماده والكيبورد بتاعت الكمبيوتر ماده، ازاي افرق بينهم؟ لما الكرسي ماده والكتاب ماده، ازاي افرق بينهم؟ عشان كده بندرس الخواص. ممكن ايه طبعا الخواص دي بعد كده تاخد بقى الكثافه ومش عارف ايه وخواص فيزيائيه، لكن حتى من الخواص الظاهريه بتاعتهم. يعني ايه خواص ظاهريه؟ زي اللون والطعم والرائحه. يعني مثلا لو انا عندي مين، ممكن استخدم اللون ان انا افرق مثلا ما بين الحاجتين دول، مثلا ما بين الذهب ده كده مثلا ذهب، وما بين الفضه، وما بين الفضه. الذهب طبعا بستخدم هنا مين؟ برافو عليك، بستخدم اللون، بستخدم اللون عشان افرق ما بين الاثنين دول. بستخدم مين؟ بستخدم اللون عشان افرق ما بين الذهب اللي هو الاصفر والفضه اللي لونها ابيض. طيب تعالى مثلا لمثال ثاني، لو انا عندي المادتين دول، ده كده ايه؟ ملح. طيب وده ايه؟ سكر. طب ازاي ان انا افرق بينهم؟ طب انا كنت بفرق ما بين الذهب والفضه، ده اصفر وده ابيض. طب ازاي افرق ما بين دول؟ افرق ما بين دول عن طريق مين؟ التذوق. افرق ما بين دول عن طريق ايه؟ التذوق. باختبار بسيط، لو انت حطيت شويه ملح على لسانك هتعرف ان ده ملح، لو حطيت شويه سكر على لسانك بعد كده هتعرف ان ده سكر، فانت قدرت تفرق ما بينهم رغم انهم متشابهين جدا ورغم انهم نفس اللون، فبتقدر تفرق بينهم عن طريق مين؟ عن طريق التذوق. طب في وسيله تانية، وسيله ظاهريه تانية او خاصيه بتبقى ايه من الخواص اللي هي باينه تانية. لو انا مثلا عندي الحاجتين دول، لو عندي مثلا ايه ده كده، ده كده عطر مثلا، تمام، وده مثلا ايه خل، خل، والاثنين محطوطين في ازازتين شبه بعض بالظبط. طب ازاي افرق بينهم؟ احطهم على لساني؟ لا طبعا مش هينفع، ممكن اجرحها. طب افرق ما بين لونهم؟ الالوان متشابهه. طب افرق بينهم عن طريق مين؟ عن طريق الرائحه. عن طريق مين؟ الرائحه. فتقدر تفرق بينهم بكل سهوله لما تشم ده وتشم ده، فتقدر تعرف ان ده عطر وده خل. طيب ممكن تكون حاجه لا ليها لا لون ولا طعم ولا رائحه؟ يا راجل ازاي؟ طب الذهب والفضه فرقنا بينهم عن طريق اللون، الملح والسكر فرقنا بينهم عن طريق التذوق، العطر والخل فرقنا بينهم عن طريق مين؟ ان انا شميت ده وشميت ده عن طريق الرائحه. طب تعالى كده لمثال كده مثلا زي الماء. الماء الماء لا له لا لون ولا طعم ولا رائحه. طب ازاي مثلا ايه هتعرفه وهتفرق ما بينه مثلا وبين اي ماده تانيه؟ عن طريق مين بقى؟ عن طريق ان انت تدرس الخواص الفيزيائيه والكيميائيه بتاعته. هو ده المقصود بان ايه؟ بان عنوان الدرس ده هو الماده وخواصها. دي كده كانت حاجه بسيطه النهارده ومقدمه بسيطه. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن نبدا في اول خاصيه من الخواص اللي بيفرق بينها وبين اي ماده، او اول خاصيه مميزه للمواد، وهي خاصيه مين؟ الكثافه. عنوان الدرس القادم ان شاء الله هو الماده والكثافه. وكالعادة إن شاء الله لو عندك أي سؤال لا تتردد لحظة في إن أنت تراسلنا، وإلى اللقاء في الدرس القادم.